في حال اصرار الحزب حسب اعلانه بمقاطعه الانتخابات البرلمانيه في الاقليم هل الحزب مستعد للتخلي عن المناصب التي يستحوذ عليها كما تعلم رئيس الحكومه والحقائب الوزاريه ايضا لانه يعني كما تعلم الحكومه تنبثق من نتائج الانتخابات البرلمانيه تفضل نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحيه طيبه لحضرتك وللزميله ولجميع مشاهدي قناتكم هنا كامله. طبعا بدايه نتيجه للضغوط السياسيه الكثيره والقرارات المجحفه ايضا الكثيره اليوم بين بيان المكتب السياسي الحزب الديمقراطي الكردستاني على عده نقاط يعني موضحا فيها كثير من قرارات المحكمه الاتحاديه المجحفه على عدم شرعية تمديد برلمان كردستان وإنهاء مفوضية قلم كردستان وعدم إعطاء صلاحية للقضاء في قلم كردستان وأيضا تشريع النفط والغاز والآخرها وهو توطين الرواتب وإزالة المكونات الرئيسية الكوتا اللي كانوا يعيشونها في اقليم كردستان بالتعايش السلمي والقومي والديني، كل هذه القرارات ادى الى ان يكون هناك موقف واضح من الحزب الديمقراطي الكردستاني. اولا بمقاطعه هذه الانتخابات التي هي يعتبرها انتخابات تحت مظله مفروضه على كيان اقليم كردستان دون ان يكون لاقليم كردستان لا دور قضائي ولا تنفيذي. وهذا الشيء يعني يجب ان يكون مرفوض. اولا أيوة. ثانيا ايضا الحزب الديمقراطي الكردستاني هو يعتبر نفسه راعي للعمليه السياسيه هو راعي لكيان اقليم كردستان اي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فهو الوحيد يعني يستطيع يجب ان يدافع عن اي تهديد هناك تهديد سياسي وهذه الانتخابات عندما كانت تجري كانت تجري بدون اراده الشعب في اقليم كردستان لذا هو طالب الائتلاف الدوله المشارك معه هو بالحكومه على بعض النقاط الهامة اللي أسسوا الحكومة طالب بأن ينفذ القرارات او الاتفاقيات المبرمة بينه وبين الضفة وفي حال عدم تنفيذ هذه القرارات سيكون ايضا مقاطعات اخرى للحزب الديمقراطي الكردستاني في العملية السياسية في بغداد